طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. في المحاضرة الماضية عرفنا متى تكون المتجهات أو الحلول المستقلة خطية. في نظرية اليوم، لو عندي هذه الحلول، مثلا لدي نظرية 2، نظرية 2، إذا كان إكس واحد، إذا كان إكس واحد أوف تي وإكس اثنين أوف تي إلى حد إكس إم أوف تي، لو كانت هذه عبارة كل منها حل للنظام، يعني إكس واحد حل، إكس اثنين حل، إكس حل، إم حل، إذا كان كل منها حل للنظام الخطي المتجانس، اللي هو دي إكس لهذا النظام، إذا كانت حل كل منها حل لهذا النظام، فإن التركيبة الخطية التالية، أستطيع أكتب التركيبة الخطية أو سي واحد في إكس واحد أوف تي زائد سي اثنين في إكس اثنين أوف تي إلى حد سي إن إكس إن أوف تي. فهذه التركيبة الخطية حتكون برضو حل للنظام، حل لهذا النظام، حيث السي واحد لحد السي ان عبارة عن ثوابت اختيارية، arbitrary constant. طيب، طبعا نستطيع برضه نظرية 3، نستطيع استخدام نظرية 3 برضه لمعرفة الاستقلال الخطي. نستطيع بعد كذا نستخدم الرول سكيل، طيب في الحقيقة هذا الحل، حنقول على هذا الحل، حنقول إذا كانت، إذا كانت A مصفوفة، إذا كانت A مصفوفة حجم هذه المصفوفة N في N، مصفوفة أعداد حقيقية، مصفوفة من الأعداد الحقيقية، وكانت لدينا مجموعة الحلول التالية، لدينا مجموعة الحلول إكس واحد أوف تي وإكس اثنين أوف تي إلى حد إكس إن أوف تي، لو كانت هي عبارة عن مجموعة الحلول، مجموعة الحلول المستقلة خطيا للنظام، لهذا النظام اللي دي اكس دي تي ويساوي اي اكس، طبعا التي بين الاي والبي،
طيب لو عندي الحلول، الحل المكون من هذه الحلول يعني التركيبة الخطية يكون وحيدا واحد سميه الحل العام، فإن الحل المكون من حلول هذه المجموعة يكون وحيدا ويسمى الحل العام. طيب هنعرف برضه لمعرفة الاستقلال الخطي، إما نعرفها بالشكل السابق أو حنستفيد برضه من الرونسكيان لمعرفة استقلالية الحلول من ارتباطها ببعضها كما يلي. نقول إيه؟ المحدد التالي، لدينا المحدد التالي إكس واحد أوف تي وإذا الفصلة، وإكس اثنين أوف تي، وإكس ثلاثة أوف تي إلى إكس إن. محدد هذه المتجهات أو هذه الحلول، هذا المقدار في الحقيقة حنسميه إيه؟ حنسميه بالرونسكيان، سمى الرونسكيان لمجموعة متجهات الحل. إذن حنسمي الرونسكيان الرونسكيان هنا، والتي من خلالها يتحدد لي الاستقلال والارتباط الخطي. حنقول في النظرية أربعة، نظرية أربعة حنقول تكون مجموعة المتجهات الرئيسية اللي هي إكس واحد، إكس واحد أوف تي، و إكس اثنين أوف تي، و إكس إن أوف تي. هنقول على مستقلة خطية إذا وإذا فقط، إذا وإذا كان فقط الرونسكيان لهذه الحلول لا يساوي الصفر، إذا وإذا كان فقط لا يساوي لا يساوي صفر عند أي نقطة، عند أي نقطة، ولتكن مثلا تي تساوي تي نقطة، بمعنى أو حنكتبها بهذا الشكل، هذا الكلام أو هذه النظرية. حنقول أي إذا كان الرونسكي لهذه الحلول إكس واحد
صيغة مثلا لهذه الحلول اكس ان، وراح كاتب الرونسكي محدد هذه الحلول اكس واحد اكس اثنين لحد اكس ان، المفروض لا يساوي الايه؟ الصفر. اذا حقول على هذه المتجهات الرئيسيه انها مستقله خطيا اذا واذا فقط الرونسكي لا يساوي الصفر عند اي نقطه ولتكن مثلا تي نوت. بالامكان نرجع لحلولنا السابقه، نرجع للحلول السابقة عشان أعمل تركيبة خطية من هذه الحلول وأقول أنها الحل العام للنظام الموجود معنا. أرجع أجيب إكس واحد اللي حللنا قبل كده، إكس واحد أوف تي ويساوي، أو طلعنا واحد واحد، هذا في المحاضرة الماضية إيغس تي، و اكس 2 حسبناه اللي هو عبارة عن واحد و 2 اي اس 2 تي. السؤال أنا هل اكس 1 و اكس 2 هل هو مستقلان خطيا؟ الجواب نحسب الرونسكي للحلين، هطبق هذه القاعدة. إذا نحن قال الرونسكي للحلين اكس واحد اوف تي و اكس اثنين اوف تي اللي هو محدد اكس واحد اوف تي و اكس اثنين اوف تي ويساوي طيب احنا بالامكان ناخذ عند مثلا تي تساوي عند تي تساوي تي نوت ولتكن التي نوت بزيرو، حنخذ عند تي نوت بزيرو يعني هعوض هنا حتبقى اي اس زيرو بواحد هنا اي اس زيرو بكام؟ ب واحد. وبالتالي الرونسكي اكس واحد وتي بزيرو واكس اثنين وتي بزيرو، هحط او نضع اكس واحد واحط هنا تي بزيرو واكس اثنين وراح اضعهم هنا تي بزيرو حيبقى بواحد وهنا بواحد، يبقى عندي فقط ايه المتجهات اللي واحد 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 واثنين. نروح حسب المحدد، ايش المحدد هنا؟ هضرب عناصر الخط الرئيسي واحد في اثنين ناقص عناصر الخط الثانية كم يعطيني الناتج؟ واحد لا يساوي الصفر. إذا إكس واحد وإكس اثنين نقول عليهم إيه؟ حلان مستقلان خطيا. وبالتالي استطيع هنا أركب الحلين، نستطيع نركب الحلين. طبعا احنا نستطيع نحسب الرونسكي برضو في حالة تي ان جنرال يعني without تي بزيرو، أو برضو نستطيع يعني في وجود الدوال الأسية اكس واحد اوف تي واكس اثنين اوف تي،
في وجود الدول السياحة تكون إيه؟ هنا عندي إيه والستي حضربها في الاتجاه الأول خششنا إيه والستي وخششنا إيه إيه والستنين تي هبقى عندي إيه والستي ها كده ماشي الشاشة كده واضح الآن طيب العمود الثاني هيبقى عندي هنا يوس 2 تي هنا عندي يوس 2 تي برضه اللي فوق هنا ايه المحدد هضرب عناصر الخط الرئيسي الدالة الأسية هنا في الدالة الأسية ناقص مضروب عناصر القطر اللي هي الثانوي اللي اي اس تي او اي اس 2 تي في اي اس تي طبعا هنا اجمع الاسس هيبقى اي اس 3 تي هجمع الاسس الاساس واحد نروح جامعين اللي هي الاسس طبعا هنا في عندي اثنين هنا اي اس 3 تي ايش الناتج؟ سالب ها اذا هنا ضربنا عناصر القطر الرئيسي هنا الاثنين معلش هنا الاثنين من هنا الاثنين لما اضرب هنا حيبقى مضروب اي اس 2 تي وهنا في اثنين ماشي؟ كان حيتبقى معايا كم هنا؟ اي اس 3 تي وهذا لا يساوي الصفر. طيب احنا تاكدنا هنا ان الحل اكس واحد واكس اثنين مستقلين خطيا الان نستطيع التركيبه الخطيه لهما حيكون حل عام للسيستم. اذا حنقول الان ومن ثم الحل العام للنظام حركب الحلين حبقى سي واحد في اكس واحد اف تي زائد سي اثنين اكس اثنين اف تي وحط هنا اكس واحد وحط هنا ايه اكس اثنين من هذا يساوي سي واحد وروح جايب اكس واحد اللي هي واحد واحد مضروب في اي اس تي زائد سي اثنين واحد واثنين في او اس اثنين تي ده بالفعل احنا تاكدنا ان الحلول اللي حسبناها مستقله خطيا و من الحلين نستطيع نركب تركيبة خطية هذه التركيبة برضو في الحقيقة هي الحل العام للنظام طيب نناقش اليوم برضو حالة الحالة المركبة في المحاضرة الماضية أخذنا لما كانت عندي القيم الذاتية حقيقية ومختلفة طيب خلينا احنا نأخذ الحقيقية والمكررة نأخذ حقيقية أيوة نعم من هنا من هنا بصي اضرب اذا المتجه في واحد واضرب اذا في اثنين ماشي خلاص يبقى عندي كده حبقى الاي مضروبه في الاثنين
ونفك المحدد، نضرب عناصر القطر الرئيسي ناقص عناصر القطر الثاني. ها واضح؟ ايوه. طيب ناخذ في المحاضره الماضيه اخذنا لو كانت القيم الذاتيه حقيقيه مختلفه. اليوم حناخذ الحاله الثانيه، لو كانت القيم الذاتيه حقيقيه ولكنها حتكون مكرره. القيم الذاتيه حقيقيه ولكنها حتكون مكرره. حنشوف كيف نتعامل مع هذه الحاله، حنشرحها من خلال المثال الاتي. المثال: أوجدي حل النظام الآتي. x برايم equals a x، وال a هي عبارة عن، يعني زي المسألة جاءت جاهزة مكتوبة بلغات المصفوفات. عندنا 8 سالب 1 4 2. الحل. طيب هاي مسألتنا جاهزة، نبدأ مباشرة بالمعادلة المساعدة أو المميزة. إذا أول خطوة مطلوب مننا نحسب الإيه؟ المعادلة المساعدة أو المميزة. يلا نحسبها مع بعض. اللي عبارة عن إيه؟ A minus M I equals 0. طبعا إحنا في المحاضرة الماضية حسبنا هذا الجزء بالتفصيل. الآن إحنا نستطيع هذا الجزء مباشرة نكتبه مباشرة. هذا الجزء هو نفس هذه المصفوفة، وراح نقص عناصر القطر من القطر الرئيسي، انقص منها ان. فمثلا انا عندي 8 سالب 1 4 12. الان اروح من عناصر القطر الرئيسي او القطر الرئيسي، هذا القطر الرئيسي، انقص منه ايه؟ ان. بالتالي اكون حسبت كفاية، ما نحتاجش يعني التفصيل، بس انا في البداية فصلت لأنه كان أول مثال، لكن احنا ايش مباشرة نكتب بهذا الشكل. إذا هذه المعادلة المساعدة، هذه هي المعادلة المساعدة. حكتب المصفوفة ايه؟ اهي، واروح لعناصر القطر الرئيسي، هذا القطر الرئيسي، ونقص منه ايه؟ ام. واضح؟ يلا نفك المحدد الآن. الآن حنقوم بفك المحدد. حرح ضارب عناصر القطر الرئيسي، يعني اهو حيبقى معي 8 ماينس ان في 12 ماينس ان. ها حضرب عناصر القطر الرئيسي ناقص، وراح اجيب عناصر القطر الثانوي اللي 4 في سالب 1. طبعا ده كله يساوي صفر. الان نحاول نبسط هذا المقدار. طبعا حنحصل على معادله تربيعيه، حنحصل على معادله من الدرجه الثانيه. نضرب الان ضرب عادي جدا، حبقى 8 في 2 ب 16 باليد 1، 8 في 1 ب 8 وباليد 1 كم صار؟ بعد اضرب 8 في سالب ان، ننتبه في الخطوة ما نغلط فيها،
ضرب عادي جدا، بديت ضرب 8 في ذا المقدار، الان حضرب سالب ام في ذا المقدار، سالب ام في 12 حيدي لي سالب 12 ام، وبعدين سالب في سالب زائد، وام في ام ممتاز، سالب في واحد حتى يعطيني كام؟ 4. وقبل ما احللها ابسطها بالمقدار، اذا المعادله المساعده هتبقى بهذا الشكل، اجمع هنا ماينس 12 ماينس 8 حيدي لي ايه؟ ها 94 100. اذا هذه المعادله المساعده او النتيجه اللي حصلت عليها، احطها كو هذا المربع او المستطيل. إذا هذه المعادلة المساعدة، هذه المعادلة المساعدة أحللها، أحلل حيبقى عندي هنا إم في إم، والإم المية عبارة عن كم في كم؟ 10 في 10. ها ايش من إشارة حاعمل هنا؟ برافو ممتاز، إشارة الحد الأخير موجب، إذا الاثنين ياخذوا إشارة الحد الأوسط. ننتبه للحاجات البسيطة هذه تأثر في الحل، ننتبه للحق، يعني عمليات بسيطة جدا لو أخطأنا فيها المسألة تبقى كلها خطأ، أو أحيانا تتعقد المسألة، يعني نحصل على جذور معقدة، جذور صعبة إلى آخره. إذا حيكون في عندي إما هذا القوس الأول يساوي 10 أو القوس الآخر يساوي 10 يساوي 0، ومن ثم الإن عندي حتكون إيه؟ ها الإن 0 طبعا هنا، إما الإن بعشرة أو الإن بعشرة، يعني حيكون في عندي إيه؟ قدر مكرر. إذا عندي إم واحد تساوي إم اثنين وتساوي إم وتساوي كام؟ 10. إذا لدينا قدرين، القدر قصدي مكرر، التكرار أو مكرر. طيب أروح الآن إيه؟ إذا حصل هنا على قيمتان ذاتيتان حقيقيتان مكررتان، إذا حصلنا على قيمتان ذاتيتان حقيقيتان مكررتان أو مكررة. طيب الآن نوجد، الآن مطلوب إيش؟ مطلوب حساب المتجه الذاتي الموافق لهذه القيمة. طيب قلنا لحساب المتجه الذاتي نحصل عليه من فين؟ من المعادلة المصفوفية التالية اللي A ماينس إم آر في المتجه الذاتي، هذا المتجه الذاتي، وعندي هنا المصفوفة الصفرية. طبعا هذه القيمة احنا حسبناها قبل، كم طلعناها؟ ها نرجع اهي A ماينس ام اي اهي اللي جوا هنا اللي حتكون ايه؟ 8 ماينس ان سالب 1 4 12 ماينس ايه؟ ماينس في المتجه الذاتي المجهول، هذا المتجه الذاتي المجهول سي 1 سي 2، هذا اللي ايه؟ مطلوب نحن ايه؟ نحسبه، ويساوي المتجه الايه؟ الصفر. طيب الان لو
عن إم بعشرة، عوض هنا عن إم بعشرة وعوض هنا عن إم كان بعشرة. الحلقة عندي هنا ثمانية ماينس عشرة و هنا عندي ماينس 1، هنا عندي 4، هنا 12 ماينس 10 في سي 1 سي 2. زين احنا هنا عوضنا بايه؟ عوضنا بال 10 اللي هي الام، وهذا كله يساوي ايه؟ يلا حققنا هنا تبقى المصفوف المعادلة المصفوفية حتكون بهذا الشكل. 8 ماينس 10 حديني كم؟ هنا عندي ماينس 1 وهنا عندي 4، هنا حديني كم؟ 2. وهذا المضروب أو يؤثر على المتجه سي 1 وسي 2 والطرف الآخر المتجه للصفر. أي سؤال هنا؟ طيب يلا الآن حنروح ضارب الصف الأول في هذا العمود. طبعا حندي لي هنا متجه، أحبقى سالب 2 في سي 1، ها واضرب هنا سالب 1 في سي 2. طيب هنا 4 سي 1 زائد ها زائد ايه؟ ممتاز 2 سي 2 ويساوي المتجه لايه؟ الصفر. يلا حنساوي الآن حساوي القيمة بالصفر، خلاص حل معادلات عادية حتبقى عندي معادلة عادية جدا، سي 2 يساوي صفر وخذ القيمة وساويها بالصفر، حيبقى عندي ايه؟ 4 سي 1 زائد 2 سي 2 ويساوي لايه؟ الصفر. فهذه نفس هذه، لو ضربنا المعادلة الأولى في سالب 2 حيعطيني 4، هنا في سالب 2 حيعطيني 2، إذا هنا حنأخذ مثلا معادلة واحدة فقط، يعني ممكن نأخذ المعادلة الأولى 2 سي 1 حنقول سالب 2 سي 1 للطرف الآخر، حيبقى عندي موجب 2 سي 1 يساوي ايه؟ سي 2. إذا سي 1 حتساوي كم؟ سي 2 على 2. طبعا هنا عندي سالب. ها؟ طيب الآن طبعا لأنه ما استطيع أحدد قيمة معينة للسي، وبالتالي حختار يعني حيكون عندي عدد لا نهاية، حختار قيمة معينة. ها ايش حتختار السي واحد مثلا؟ ممكن اختار السي واحد او السي اثنين، ممكن نختار به مثلا، انا حقول لك حقول نختار السي اثنين بسالب اثنين، فاخترتها باثنين لأنه حتخلص من الكسر، واخترتها بالسالب بالتالي يعطيني سي واحد مكان سي واحد واحد. طبعا هنا احنا ممكن نختار، ممكن طالب اختار ثلاثة بأربعة بخمسة ما في مشكلة، بسالب سبعة بسالب ثمانية ما فيش أي إشكال خالص، لأنه احنا قلنا نختار ما حددناش اخترنا، وبالتالي عندي المتجه الذاتي أو سي اللي احنا عمالين ندور عليه سي واحد، حقيقة سي واحد بكم؟ بواحد، وسي اثنين بكم؟ إذا هذا الموافق للقيمة الذاتية إن بعشرة.
إذن الحل الأول إذن إكس واحد، إكس واحد هتساوي إيه؟ المتجه س في إي أس إم تي ويساوي السي عندي بكام؟ بواحد وسالب اثنين في إي أس الإم بعشرة، وبالتالي نكون حسبنا الإكس واحد. ها أي سؤال؟ نعم؟ ها أي سؤال؟ طيب الآن إحنا نريد إيه؟ طبعاً أنا عندي سيستم مكون من معادلتين، وبالتالي حيكون في عندي حلين. في حالة القيم الذاتية حسبت إكس الموافق للإيه؟ للإم بعشرة. طيب ما إكس اثنين؟ كيف نحسب إكس اثنين؟ حنحسبه كما يلي. إكس اثنين حنفرض الحل بهذا الشكل. إكس اثنين إذا حنقول في حالة بشكل عام حنقولها في المسألة بأي مسألة أخرى حنقول إيه؟ في حالة القيم، في حالة القيم الذاتية الحقيقية المكررة بإيجاد إكس اثنين حنتبع ما هي. فمثلا لو عندي إكس واحد، إكس واحد يساوي مثلا هو سي واحد سي اثنين، وهذا احنا حسبناه. الإشكالية في إكس اثنين، كيف نحسب إكس اثنين؟ إكس اثنين حنفرض إكس اثنين، حنقول نفرض أن إكس اثنين حل للنظام اللي اكس برايم اي اكس. ايش شكل الاكس اثنين؟ هذا شكلها. اكس اثنين حجيب اكس واحد واضربه في التي، اكس واحد مضروب في التي زائد، ورحنا كاتب متجه سي ثلاثة سي أربعة بي أس إم تي. طبعا كل معلوم هذا اللي بقول، هذا اللي ايش؟ هذا اللي مطلوب حسابه، أو حكتبها بهذا الشكل. حقول إكس اثنين حكتبها حيبقى التي في إكس واحد اللي سي واحد سي اثنين اي اس ام تي زائد سي ثلاثة سي أربعة في اي اس ام تي. إذا هذه اكس اثنين اللي احنا فرضنا انها حل تكون من هذا الشكل، وحتحقق لي المعادلة، ومنها نحسب ايه؟ نحسب هذا المتجه. نطبقها على المسألة اللي موجودة معنا. يلا معايا، هاتوا لي اكس اثنين حتساوي ايه؟ حنطبق هذا الكلام على المسألة التي معنا. حرف كاتب ممكن اكتب تي هنا ما في مشكلة. في مسألتنا السي واحد بكام؟ طلعناها بواحد او سالب اثنين في اي اس 10 تي في تي، اكتبها هنا هنا ما في مشكلة. زائد هذا الجزء اللي هو في الحقيقة سي 3 سي 4، هذه الجزئية اللي احنا حنقسمها في اي اس 10 تي.
طب احنا قلنا هذا اكس 2 حل للنظام اكس برايم يساوي اكس، اذا يحقق هذا النظام. يعني بمعنى حروح اخذ هذا الحل اكس 2 واشتقه واطرحه بالطرف الايسر، واخذ هذا الحل واثر عليه بالمصفوفه اي واحطه بالطرف الايمن. هنا مع بعض ننفذ هذا الكلام. اذا نبدا بالطرف، اما دام اكس 2 حل النظام يعني ححقق اكس 2 برايم يساوي اي اكس 2. حروح اخذه هنا في الطرف الايسر حشتق. يلا تعالوا نشتق مع بعض هنا. لما حشتق هنا حشتق مضروب دالتين. اذا حقول مثلا الاول في مشتق الثاني زائد الثاني في مشتق الاول. حتى مثلا اشتق الداله الاسيه او الاول مشتقة عادية جدا مضروب دالتين. أخلي المنتجع عادي أكتبه هنا، المنتجع لأنه ثابت فما في مشكلة. إذا حقول الأول اللي هو تي في مشتقة الدالة الأسية. إيش مشتقة الدالة الأسية؟ الدالة نفسها في مشتقة الأس اللي حيجيلي كم؟ 10. ها واضح إيش عندنا هنا؟ إذا الأول التي قلنا المنتجع هحطه في البداية لأنه ثابت. إذا الأول في مشتقة الثاني مشتقة الدالة الأسية، الدالة الأسية في مشتقة الإيه؟ الأس زائد. الآن المنتجع أكتبه كما هو، واحد وأثبت الإيه أس 10 وحشتق من التي، مشتقة التي بكم؟ واحد. إذا خلصنا مشتق هذا الجزء، طبقنا عليه قانون ضرب دالتين. الآن حشتق هنا، هذا المتجه قلنا كما هو ما في مشكلة، سي ثلاثة، سي أربعة، ثابت، وحشتق الدالة الأسية، أي مشتقة الدالة الأسية؟ إي أس 10 تي في مشتقة الأس بكم؟ بعشرة. إذا احنا الآن انجزنا الطرف الايه؟ الأيسر. ها واضح معايا؟ وهذا كله يساوي ايه؟ الآن هأثر المصفوفة ايه على هذا الحل. أروح كاتب المصفوفة ايه؟ كم عندي المصفوفة ايه؟ ها هاتوا لي المصفوفة ايه؟ اللي هي كانت عبارة عن كم؟ ثمانية واحد سالب واحد وأربعة واثنا عشر. هأثر فيها على إكس 2. أروح أجاب إكس 2 وأكتبه هنا كامل وأثر بهذه المصفوفة على إكس 2. خلوني أكتبه هنا هاتي في واحد سالب 2 في إي أس 10 تي زائد سي ثلاثة سي أربعة إي أس 10 تي. هخشش هنا المصفوفة، هأثر بالمصفوفة لأن هضرب هنا مصفوفة في منتجة مضروب مصفوفة في منتجة. طيب قبل ما نأثر بالمصفوفة على هذا الحل، لاحظوا معايا هنا موجود الدالة الأسية هنا موجودة هنا موجودة هنا وهنا وهنا. نستطيع القسم عليها، نستطيع القسم عليها. إذا حيتبقى عندي في الطرف الأيسر وأخشش العشرة هنا، أضرب العشرة في المتجه هنا وأضرب العشرة في هذا المتجه. يلا مع بعض، واضح إيش اللي حنعمله الآن؟ هذه الدالة موجودة هنا موجودة هنا، حقسم جميع الأطراف عليها ماشي. هذه رقم واحد. رقم اثنين، العشرة المضروبة في المتجه هدخلها داخل المتجه، هدخل العشرة داخل المتجه عشان نجمع بعدين. ها واضح الخطوة؟ يا
يلا نشوف. اذا هنا عندي حيبقى في الطرف الايسر اهو، حيبقى عندي 10 وسالب 10 في 2 حيدي لي سالب 20. ها ايش بقى معايا؟ اتبقى تي فقط، لانه قسمنا جميع الاطراف على اي 10 تي. ها هنا اتبقى عندي ايه؟ سالب 1 وسالب 2. ها هنا عندي خلاص الدالة الأسية قسمنا عليها، ودخل العشرة جوا، هيبقى عندي 10 سي 3، وهنا عندي 10 سي 4. إذا هذا الطرف الأيسر جاهز. نجي للطرف الأيمن، خلاص الطرف الأيمن ما في دالة أسية هنا وما في دالة أسية هنا. إذا أنا حيساوي، حضرب هذه المصفوفة في هذا المتجه، التيم أطلعه برا ما في مشكلة. إذا حضرب المصفوفة هيدي أي متجه؟ ها حضرب عناصر الصف الأول في هذا العمود، حبقى 8 في 1، ممتاز. بعد سالب 1 في سالب 2 موجب 2، إذا حبقى هنا زائد كم؟ 2. أجي الآن الصف هذا حضربه في هذا العمود، حبقى 4 في 1، 4 و 12 في سالب 2 سالب 24. إذا أول جزء خلاص أثرنا أو ضربنا هذه المصفوفة في هذا المتجه. الآن حضرب المصفوفة في هذا المتجه، حدي لي حبقى زائد، ها حيبقى عندي 8 في سي 3، وبعد سالب 1 في سي 4، أجي هنا حضرب الصف هذا في العمود هذا، 4 في سي 3، وبعدين 12 في سي 4. ها واضح هذه الخطوة؟ خلاص الآن حنجمع متجهات تجميع عادي. لاحظوا معايا هذه القيمة اللي هنا أليست هي نفس القيمة اللي هنا؟ لأن هنا 8 زائد 2 10، نفس اللي هنا 4 وسالب 24 حيجيب لي سالب 20. إذا ذا المقدار رقم على المقدار، ما رأيكم؟ طيب وحخلي المجاهيل أو سي 3 سي 4 حنقلها إلى الطرف الآخر، حتنتقل بإشارة مخالفة. إذا عندي هذا المتجه أحبها 8 سي 3 ماينس سي 4، لما حنقول ماشي خلنا نكتبها 4 سي 3 زائد 12 سي 4، حنقول هذا المتجه إلى الطرف الآخر حبقى بإشارة إيه؟ حبقى بإشارة إيه؟ سالبة. حيبقى عندي هنا سالب 10 سي 4، والثوابت خليها في الطرف هذه اللي 1 سالب 2 زي ما هي. خلاص احنا خلصنا الان، قربنا. انا عندي متجه زائد متجه يساوي 1 سالب 2، وحنحل معادلات عاديه جدا جدا. يلا حجمع على المقدار مع هذا المقدار. طبعا عندي هنا سي 3 سالب 10 وهنا 8، يتبقى عندي ايه؟ سالب 2 سي 3، جمع عادي جدا. طيب هنا حجمع 4 سي 3 كما هي، و
هنا عندي 12 وعندي 10 سالب 10 يديني كام؟ زائد 2 سي 4. وهذا كله يساوي ايه؟ الآن حنعمل ايه؟ الآن ما هي الخطوة اللي حنعملها؟ ممتاز، حساوي دي بواحد وساوي دي بواحد، وحل حل عادي، معادلات، معادلات عادية جدا. يلا حطوا عندي هنا ماينس 2 سي 3 ماينس سي 4 ويساوي ايه؟ واحد. والمعادلة الثانية اللي هي 4 سي 3 زائد 2 سي 4 ويساوي كام؟ ها لو ضربنا الأولى في 2 في سالب 2 هيعطيني نفس المعادلة الثانية، أليس كذلك؟ بصوا معايا، لو ضربت هنا في سالب 2 هدي لي ايش؟ 4. لو ضربت هنا في سالب 2 هدي لي موجب 2. لو ضربت هنا في سالب 2 هدي لي سالب 2. وبالتالي بالامكان احنا ناخذ هذه المعادله فقط او المعادله الثانيه. اذا من هذه المعادله حوجد سي 3 بدلاله سي 4. يعني حيبقى عندي اهو ماينس سي 3 وانقل السالب سي 4 الى الطرف الاخر، حيبقى زائد سي 4 أو العكس، أحط سي 4 بدلالة سي 3. طبعا ما في أي مشكلة هنا، خلاص أحط سي 3 بسي 4 وسي 4 بدلالة سي 3، ونختار السي 3 بأي قيمة أو السي 4 بأي قيمة، ونحصل منها على الثابت الآخر. فأنا مثلا حفرض مثلا، حنقول نفرض او نختار سي 3 مثلا بصفر. لو اخترت سي 3 بصفر حيبقى سي 4 بكم؟ ممكن تقولون اختار سي 3 بواحد، ما في مشكله، او تختار سي 3 ب 10 وسالب 50 اي حاجه. فاخترت سي 3 بصفر، طبعا في البدايه ما ينفعش راح اختار باصفار لانه بيطلع عندي ايش؟ الحلول الصفريه. يعني لو لاحظتم لو رجعتم لما حسبنا سي 1 وسي 2 ما ينفعش اختار سي 1 بصفر وبالتالي سي 2 بصفر وبالتالي يبقى الحل صفري، احنا عاوزين الحلول الغير صفريه. طب لما احط انا سي 3 بصفر حدي لي سي 4 بكم؟ اكيد. ممتاز. إذا المتجه المجهول، بصوا معايا، هذا المتجه المجهول اللي احنا عاوزينه بصفر وسالب واحد. إذا المتجه اللي احنا عاوزين نحسبه اللي هو سي 3 وسي 4 احنا طلعناه، أو سي 3 بصفر وسي 4 بسالب واحد. ومن ثم نذكر حسبنا اكس 2، إذا اكس 2 إذا اكس 2 حراح أعوض هنا، أعوض عن سي 3 بصفر وسي 2 سي 4 بسالب 1، أكون حصلت على اكس 2. إذا حنقول إيه؟ إذا اكس 2 يساوي 1 وسالب 2 مضروب في التي، عندي هنا اي اس 10 تي زائد سي 3 وسي 4، احنا خلاص حسبناه بصفر وسالب 1 في اي اس 10 تي. وبالتالي نكون حسبنا هنا اكس 2 نستطيع كتابة الحل العام للنظام المعطى، حيبقى x يساوي
اي واحد مثلا في اكس زائد اي اثنين في اكس اثنين ويساوي اي واحد هذا arbitrary constant يعني ثالث اختياري واجيب اكس واحد اكس واحد احنا اللي حسبناها قبل قليل اللي هي ايه؟ واحد سالب اثنين في اي اس في اي اس عشرة هذا هي اكس واحد زائد اي اثنين وروح جايب ايه؟ اكس اثنين اللي موجوده معايا هضرب اي اثنين في الحدين راح ابقى اي اثنين في واحد سالب اثنين في تي في اي اس عشرة تي او حذر في هذا الحد او ممكن اخلي اي اثنين برا مشترك ما في مشكلة او اي اثنين في المتجع صفر وسالب واحد وابتدى في اوجاتنا هذا الحل العام للنظام المعطى عندي طيب هذا في حالة لو كانت القيم الذاتية حقيقية لو كانت القيم الذاتية حقيقية ومكررة في المحاضرة القادمة بمشيئة الله في المحاضرة القادمة حنناقش حالة لو كانت القيم الذاتية لو كانت ايه مركبة أي سؤال هنا؟ أي سؤال؟ طيب شكرا لكم جميعا على حسن الاستماع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يلا مبارك يا حسن تهانينا يعني ايش المقصود فيها امتياز